احنا بنعمل عادات كتير غلط. ايه يا كيم؟ حد يكح في وش حد كده؟ ارمي المناديل دي يا علا في السلة، اغسل ايدك يا بودي قبل ما تاكل. سلامتك يا حاج، ينفع تنزل الشغل وانت حرارتك عالية كده؟ العادات الغلط ممكن تسبب عدوى لمرض زي الكورونا المستجد اللي هو كوفيد-19، وده مرض تنفسي معدي من أعراضه حرارة عالية مع الكحة أو ضيق التنفس. عشان نحمي نفسنا منه لازم نغسل إيدينا دايماً، ونستخدم المناديل وإحنا بنعطس أو بنكح، ونرميها في سلة مقفولة، ونبعد عن أي شخص عنده الأعراض دي، وبلاش نلبس الكمامات لو إحنا مش عيانين إلا لو بنراعي حد عيان، وبلاش نصدق أي إشاعات أو ننشرها، ودايماً نرجع لوزارة الصحة والسكان أو منظمة الصحة العالمية. ولو ظهرت عليك الأعراض اتصل على 105 أو اذهب لمستشفى الحميات أو مستشفى الصدر. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105 أو 15335. الفيروس ما بينتقلش اكتر للحامل، ما فيش فرق بين الحامل وغير الحامل، ولكن احنا عندنا يعني قاعده علميه قبل كده بتقول ان الحامل اكثر عرضه للميكروبات عامه، لان هي في وضع اقل مناعه من غيرها، وبالتالي الحفاظ عليها يكون افضل واحسن. نحاول ان احنا نبعدها عن المجتمع أكتر، بالذات الأماكن الزحمة، لكن هي ما تقلقش، درجة الإصابة تقريبا واحدة. لو بنقول إن الفيروس بينتقل للجنين لو هي جالها، لا ما بينتقلش. المشيمة الحمد لله يعني كدرع واقي لعدم انتقال الفيروس، إنه هو حجمه كبير والمشيمة ممكن تحجزه. الحتة التانية الرضاعة، الرضاعة اللبن الأم لا ينقل الفيروس الحمد لله، لكن في بعض الحالات يعني ريبورتد أو بلغوا عنها أن بعض الحاجات انتقلت، ولكن هل دي انتقلت من حاجة تانية قبل ولا بعد؟ يعني ما فيش حاجة مؤكدة. أهلا بحضراتكم. دايما اتعودنا ان اي محنة بتحو جواها منحة من ربنا سبحانه وتعالى، لابد النظر دايما للامور الايجابية اللي نشأت عن هذه المحنة اللي احنا بنعاني منها كعالم انساني. طبعا نتيجة لسرعة وتيرة الحياة في الفترة الماضية كان الاب والام والابناء كل واحد في وادي، يمكن الزوج والزوجة كانوا يعني متباعدين جدا، ما بقاش في حاجة اسمها ترابيزة سفرة بتجمع الناس على وجبة واحدة، ما بقاش في أسرة بتقعد تتفرج على حاجة مع بعض أو تتكلم مع بعض وتعرف مشاكل بعض. بقى دايما ربات المنزل بيعتمدوا على الوجبات الخارجية استسهالا، لأن ممكن يكون عندهم أحيانا شغل أو أعباء وبيجيبوا أكل جاهز من بره. الموضوع ده اتغير في الفترة الأخرانية، بدأنا نشوف إن في تقارب بين أفراد الأسرة للوجود في المنزل، وجود إجباري في المنزل بعد الدور بيخلي الناس يعني تقعد مع بعض أكتر، تحاول تعرف مشاكل بعض، يتجمعوا حوالين مسلسل جميل أو وجبة حلوة الأم بتجهزها بنفسها، وده لا شك منحة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى. خلينا نتكلم عن الصعوبات اللي ممكن تواجهنا كأسرة لو احنا قاعدين مع بعض بشكل إجباري مش بشكل اختياري، اللي ممكن ينتج عن ده. هل كل الناتج عنه حاجات إيجابية ولا ممكن يكون في سلبيات، وازاي نتعامل مع هذه السلبيات؟ معنا الحديث عن هذا الموضوع دكتور السيد عبد الحميد سليمان، استاذ علم النفس التربوي. بنرحب بحضرتك يا فندم. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا قريبا. كويس، عجبتني قوي الاجباري القعده الاجباري دي بالنسبه للرجال بالذات. صحيح، لكن خلينا كده في ساعه الصبح كده وبرنامج صباحي دكتور سيد نقول الايجابيات اللي عملها. هل فيروس كورونا ليه ايجابيات في لم شمل الاسره المصريه؟ شايف ده ازاي؟ شوف، اي حدث او اي متغير يخش يدخل لم يبقى ليه اثار جانبيه، اثار ايجابيه واثار سلبيه. من الاثار الايجابيه، بس خلي بالك لو ما كانش في حيطه وحذر في اللي هقوله هينقلب كله لسلبي، انه قام على تجميع اول ضميمه اجتماعيه اللي هي الاسره. ما هو ده الرحم الاجتماعي الاولاني. صحيح، الانسان بيتولد من رحم بيولوجي يدخل على اول رحم اجتماعي اللي هو الاسره. واخد بالك؟
الآن في ظل هذا الوضع تجمعت الأسرة جبرا وقسرا. لا تجمعها جبرا وقسرا عندي احتمالين. إما أن تتوالف وتتوافق ويبقى التيونر بتاعهم شغال مع بعضه. وإما أن يحدث بقى أن الأب كمركز سلطة، ودي اللي هو بنقول إذا كان هذا الأمر قد حدث بالفعل فعلى مركز السلطة أن يتخلى قليلا عن سلطاته. ما جيش أنا بقى أب في وسط الأسرة وقاعد شغال في التوجيهات والأوامر النافرة والناهرة، يعني مش هيمشي كده خالص. يبقى لابد أنه ينزل شوية وأن يخفف مركز السلطة قليلا، وألا يكون لديه كثير من التوجيهات وكثير من التعليمات والانتقادات. ما ينفعش انزل شوية. اتنين، أنه يمارس بعض الأدوار اللي ما كانتش بتاعته خالص. لا مانع جدا أنه يستطيع أن هو ينكت مع العيال ويلعب مع العيال ويهزر مع العيال. اللهم الله، أنت قاعد تعمل إيه؟ قاعد زي البومة في البيت بقى تغربلهم؟ لا، لابد أنه ينزل شوية بسماته وساعد ست البيت بساعد ومال. والله لا، ليس فيها شيء خالص نهائيا. ومش عاوز اقول لك بعض، هقول ايه بس، انه يمسك الشرشوبه ويمسح معاها ايه اللي فيها، هو عيب؟ واحنا اشتريناهم من ورا ربنا. ده بنتنا وبنت ناس زينا بالظبط. فهو انتقل الان، اصبحت الضميمه الاجتماعيه تمارس دورها كامله. وجود الاب والام والاولاد مع ملاحظه شيء، ان كسر العاده يؤدي الى التوتر. يعني معنى ذلك انا عندي المناخ العام بائس على عدم الراحه، اللي هو تفتح التلفزيون تلاقي رائحه الموت. هنا موت وهنا موت وهنا موت وهنا موت، فبيأثر على السيكولوجي، مفيش جداء. حتى لو بطريقه شعوريه او بطريقه لا شعوريه، مباشره او غير مباشره. الحاجه الثانيه اللي هتبعث على التوتر، عشان نقول كده، نقول للاب والام خلي بالك انزلي شويه بمراكز السلطه بتاعتك ما تمارسهاش. انه كسر العاده يؤدي الى التوتر. لانه بتوع علم النفس احنا بنقول ايه؟ العاده تعمل عمل الدافع. لو انا عندي طريق باش، عندي عاده بمارسها ثم جاءت الظروف فكسرت هذه العاده، اتوتر. صحيح، لازم اتوتر. والعاده هنا العاده هنا المقصود بيها اللي هو الاستمرار في العمل، استمرار تواجد خارج المنزل، ممارسه مهامه العاديه. نحن كنا الاسر والافراد والمجتمعات كنا نمارس ادوار ومفردات بعينها. صح، سلسله. صح، الان كل هذا كسر. الرجل اضطر ان هو ما يروحش الشغل بانتظام. خلاص، السيده اللي بتخرج برده كانت بتروح الشغل قللت من شغلها، بدات. صحيح، ترجع انها كل المناسك والمفردات اللي كانت بتقوم بيها اتكسرت. يبقى العاده اتكسرت. دايما تاخد القاعده الذهبيه ديت في علم النفس. العاده تعمل عمل الدافع، كسر العاده يؤدي الى التوتر والانفعال. خليك بتنام يا بيه على صوت اذاعه البرنامج العام. وجيت في اليوم دي الحجاره خلصت والراديو مش هيشتغل، نكت، هتلاقي النعمه تتوتر وتقلق وتقوم وتقعد لان العاده اتكسرت عندك. حتى الابناء برضه، الابناء متعودين انهم يخرجوا مع اصحابهم ويروحوا ويجوا، كله كسر العاده بتاعته. فانا عندي تو فاريبل، السياق العام باعث على الاحباط ونوع من التوتر، وشم رائحه الموت في كل القنوات. في ايطاليا كام، في مصر كام، في انجلترا كام، في فرنسا كام، كبار السن اللي هم زي حالات يعني، واللي عندهم امراض مزمنه يعني كمان. انت جايب لي فاريبل ثاني بتخوفني بو يعني. فقاعد برضه متوتر. صح، والعاده اتكسرت. جميل وحلو. يبقى عندي اثنين متغيرين، اثنين غيروا في سيكولوجي الاسره. يبقى في هذه الحاله خلي بالك يا راعي الاسره، الاب وانت يا ست الكل الام، انزلوا شويه تخلي عن مراكز السلطه وان تمارسي سلطتك الكامله. لا كوني هينه لينه، مارسي بعض الادوار اللي مش بتاعتك خالص. وانا بمارس. والله لا مانع جدا ان احنا نقوم ببعض الالعاب، نقعد نلعب وبعض المسابقات والعب معاهم. فما نضطر غير باغ ولا عاد، ماذا افعل يعني؟ ناخد بعض ونقعد في البلكونه مع بعض نتكلم في حاجات كتير جدا يا طارق باشا. يمكن للاب والام انهم يخففوا من الاثار السلبيه لكسر العاده ورائحه التوتر التي يشتمها. ازاي احنا نعمل ده؟ ازاي ندخل البهجه على البيت؟ البيت حاسس بنوع من انواع يعني التخوف والترقب، في وباء عالمي فكلهم متوترين غصبا عننا، احيانا حتى الاخبار ما بتبقاش جيده قوي، وبالتالي كلنا متوترين، كلنا قاعدين مع بعض واحنا مش واخدين على ان احنا نقعد مع بعض، في توتر زياده، في بعض الانتقادات بتوجه للابناء او من الزوج للزوجه والعكس، وبالتالي عاوزين ندخل جو من البهجه يخلينا نقدر نستحمل الاخبار السيئه اللي احنا نسمعها. ما هو ده انا هقول لك. انا بس اؤكد ما ذهبت اليه انا واكدتيه انت واعيده للاستوساق والتاكيد.
قلت لك خلاص التوتر موجود والسايكولوجي مش منضبط، يبقى ننزل شويه. عندي في البيت بقى او اي واحد في البيت بعد ما يقوم بالقواعد اللي احنا قلناها ديت، ان هو ما يبقاش كده بقى يعني مركز سلطه واوامر ونواهي، ويعمل صدامات مع الحاجه ولا المدام، وانت عارف الرجاله ساعات بتقرق والستات ساعات برضو بتقرق قرقتين، يا يعني مش هنمشي كده، لازم ننزل خف شويه عشان الامور لازم نتحمل بعض، نتحمل بعض شويه عشان نعدي الايام اللطيفه دي، الايام اللطيفه دي. فعندنا ست الكل في حاجات جدا انا بمارسها او اي واحد بيمارسها. في حاجه اسمها المسابقات الثقافيه، ادخل يا اب تدخل في فريق ودخل الام في فريق تاني، او الاب والام خليهم مع بعضهم كبار السن والعيال. وفي انا لما جيت بقول نكتب بقى الاسئله، قالوا لي يا بابا انت قديم، اسئله ايه؟ في الموبايل، في على النت، هاتوا يا اولاد ونقعد نشغل نفسنا ساحه في مسابقات واجابات واسئله. ضيعنا شوي. في بعض الهوايات الاخرى لو كان في، معلش، بعض الاسر، في اسر طبعا تحت قوي وفي اسر متدرجه على متصل الاقتصاد، صحيح، والله لو عندكم اله موسيقيه ما يلا نجرب. كل واحد شوف كده، شوف هنقدر نتعلم حاجه ولا لا. صحيح. طيب ما عندناش اله موسيقيه واحنا اسره غلبانه على قدنا، يا سيدي هات كوتشينه بربع جنيه بجنيه، اللي هي اوراق اللعب، حرك الذهن شويه، ونقعد كده ولا شوية. حاجه ونعمل فريقين ونلعب، والفريقين يقيموا مسابقات على بعض الجوائز الداخلية، منها جوائز مثلا أوامر تقوم تغني، أوامر تقوم تقرأ مش عارف إيه، أوامر تروح تعمل لنا شاي، أوامر تعمل لنا كيكة. ما تقعدش جامد ريشت كده تضيع لنا الدنيا، العيال هيجي لها اكتئاب. يعني لابد احنا دي حاجات مسابقات. افرض ان انا مثلا من بيت مرحرح شويه وفي جنينه مثلا، والله يا سيدي ننزل نلعب في الجنينه شويه، صحيح، وننسق. ولو عندنا ترابيزه بنج، افرض ما عنديش ترابيزه بنج، يا سيدي انا هقول لك على فكره عملناها، جبت ترابيزه السفره اللي ما احنا بناكلش عليها دي خالص. ايوه بتاعت الضيوف اللي مش بيجوا دول، والله ما اكلت عليها الا مرتين في حياتي. هات ترابيزه السفره وحط واعمل عليها شبكه، ما عندكش شبكه اصنعوا شبكه، وجيبوا مضربين وقعدوا العبوا. ما انت ما ترابيزه البينج بونج ديت مقاسات لما تشوف المسابقات الدوليه، والعبوا. صحيح. برضه نوع من التسليه. يلا نتشاوط في حفظ كتاب الله. يلا نشوف مين اللي هيقدر يحفظ اكبر عدد من الايات. صحيح. ونسمع لبعضنا. هي فرصه لكل اللي بيفوتنا. شوف حاجات كتير جدا نقدر نعملها. لا مانع ان احنا نقيم مسابقات يا راجل في حاجات خفيفة مش مكلفة. يعني هي الست البنت اللي في الجامعة بنتنا لما تتنافس مع البنت اختها اللي في الجامعة وتقوم بعمايل كيك بأساليب مختلفة وبطرق متنوعة، يبدأوا بقى يخشوا بقى في تعليم بقى الفتاة بقى الحاجات اللي فاتتها بدل كده ما بقى يا بي بدل عشان بقى تروح لبيت جوزها ما يحصلش بقى. الله يبارك فيك. ليه بقى هنجرب. دايما أقول في مهارات وسكيلز البنت المفروض تاخديها تعلمها بقى دلوقتي. يعني لما تيجي تتجوز وما تعرفش تطبخ رز، صحيح، لان الرز انواع، فيه المصري وفيه البسمتي وفيه اللي ميته مش عارف تعمل ايه، ده وقته بقى. طيب اهميه يا فندم كمان ان احنا يعني نعمل حاله من الكوميديا قبل ما ننام. يعني احنا بنتعرض لكم اخبار سيئه كتيره جدا، ايه المشكله لو احنا مثلا حاولنا نعرض نفسنا لفيلم رومانسي اخر حاجه نشوفها، او لمسلسل كوميدي، او لحاجه اغنيه لطيفه ومبهجه، روحي الهي يستر الدنيا واخره، او فيلم رعب. ان انا دايما تعليماتي لاولادي وتعليماتي لنفسي، لو سمحت يا هاني عندما اخلد الى النوم لا يقال لي خبر فيه مشكله، طبعا، او خبر يمكن تاويله الى مشكله. اثنين، لا يمكن فتح التلفزيون على فيلم فيه اكشن ودم. لابد ان يكون اخر ما اشاهده خبر سعيد على مسامعي، ولا الصبح تلاقيني عندي جلطه بقى. صح. والله يا دكتور، ايه لازمته؟ والله يا دكتور سيد، دي تعليمات على فكره قديمه عندي. على فكره اللي حضرتك بتقوله ده، دي ثقافه بنفتقدها. دي يا طارق باشا، دي تعليمات عندي قديمه جدا باعتباري بتاع علم نفس وداير في الدنيا شويه. يعني الدنيا لخبطت لي الدنيا واقول لها دائما جيبي فيلم كوميدي، ما تجيبليش فيلم اكشن. الاقي انام على صوره الدماء والمطاوي والسكاكين والسيوف والبنادق، يجي لي رعبيب وانا نايم. صحيح. وبعدين اتازم، مش خبر سيء، استني لما اقوم من النوم ومش وافطر الاول. وبعد كده يلا بقى يا سيدي قول لي انا في طاقتي النفسيه لسه ما فيش درين قفله، ما استنفذتش حاجه اقدر اواجهها. دي نصايح دائما نقولها للاب ونقولها للام ونقولها للجيل الجديد. يا حبيبي ما تحاولش تختم نهايه يومك
بانك انت تتفرج على فيلم اكشن فيه دماء او حاجه تؤدي الى انقباض النفس او عدم الترويح عنها. نم على ابتسامه وعلى خبر سعيد تقم وبك الفرح والبهجه والسرور. يا رب دايما يعني لازم كده كمان. احنا طبعا شاكرين لهذه النصائح الغاليه ويا ريتنا كلنا نطبقها فعلا، نحاول نشغل نفسنا ونتعرف على بعض اكتر ونقرب من بعض اكتر ونخلي حياتنا مبهجه بالليل بعد كم الاخبار اللي احنا بنتعرض ليها. بشكر وجود حضرتك معانا وان شاء الله دايما تكون معانا ونسمع هذه النصائح الجميله. بس قولي امين. امين يا رب. يحرس مصر. امين يا رب. آمين. وان يخرج الله من كنوز رحمته ما يسع شعب مصر. امين يا رب. صغيره وكبيره. امين ان شاء الله. شبابه وشيابه. نساؤه وحرائره، وأن يجعلها في هناء مباركة وأن يكلأها العز والمجد ما دامت الدنيا وما بقيت الحياة. آمين. حمى الله مصر من كل مكروه وسوء. آمين يا رب. دكتور سيد عبد الحميد سليمان أستاذ صعود التعلم وأستاذ علم النفس، شكرا جزيلا لوجودك معنا. بعد الفاصل إن شاء الله التغذية الصحية لمواجهة هذا الفيروس، عندنا كلام كتير في الموضوع ده، من فضلكم ابقوا معنا. الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، وبيسمعنا بفضل وكرم وبيعلم كل ما في القلب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى ابدا حد، هو الاحد الصمد الفرد اللي ما ينسى ابدا حد، هو اللي ما يخفى عليه عد وعالم بالحسنة وبالذنب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب. كل قلوب الناس تنادي، كل الناس بالروح تنادي، كل قلوب الناس تنادي، كل الناس بالروح تنجي، كل الناس محتاجة إليه وينجينا في وقت الكرب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب. رب العرش بفرجه قريب، هو تعالى وفضله عجيب، رب العرش بفرجه قريب، هو تعالى وفضله عجيب، هو سمعني ندانا مجيب لما النادي نقول له يا رب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب.